هناك مثلا شخوص يخرجون ببثوث مباشره تستقطب شريحه معينه من الناس كالمراهقين والذين يعني ليس لديهم تحصيل دراسي او اللي ساكنين في مناطق تكون نائيه، يعني مجتمعهم فهمهم على قدر استيعابهم للمعلومه، ينشرون اشياء مخله بالاسره العراقيه تفتت التآصر الاسري، وياتون يعني لاجل الكسب المادي بمصطلح تيك توك. بالضبط هذه البثوث يعني حتى حاربتها وزارة الداخلية وأصدرت هناك بيانات وعدة شخصيات تم اعتقالها، ألفاظ نابية، أشخاص لا يمثلون لا الرجل العراقي ولا المرأة العراقية. يعني إحنا عندنا قصة تاريخ للمرأة العراقية منذ الزمن النظام البائد ولحد الآن، أنه المرأة العراقية يجب أن تظهر بأبهى صورة أمام المجتمع. سوى البث المباشر في تيك توك بالعوائل العراقية، يعني هي ابسط شيء ان هناك خلق نوع. احنا ما نتكلم عن المجتمع بصوره عامه أكيد. لكن نتكلم عن فئه هناك خلقت تمرد، خلقت انه يعني للاسف مجتمعنا اليوم يعني في العراق هناك حتى بيانات رسميه انه انتشار تعاطي المخدرات، انتشار الجنس الثالث، التهرب من المدارس، التهرب من البيوت. ايضا هناك التقاليد والعادات العراقيه أصبحت من الماضي لهذه الفئة لأنهم يتأثرون بما يصل إليهم من يعني. وين الحكومة عنهم سسهاد؟ هي وين الأسرة أولا حتى نلجأ للحكومة.